أحاول تسمية فعلا تقرر من الجهات المختصة وتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية أن هذا الشارع يسمى شارع الوحدة الوطنية، وليس تجنيا على أحد، ولا هو نقصان من قيمة حدثه من هو يقال نحن مسبقين روسنا في الموضوع تو، ولا هو لا يجري على الشارع له، لا التجريع له يسر من شوارع نواكشوط الأخرى. الدور تكبر تسميات شخصيات موريتانية ساهمت في بناء البلد، ساهمت في تحريره، ساهمت في قدمت اسهامات في تاريخ البلد الاول، ودور يعود منها قدر الدور يستفيد من والله تتشرف به حقيقه عده شوارع من شوارع نواكشوط. وهذا لا يعني اطلاقا غمطا لحق احد، يقير كيف قلت لكم الا سمعتك الناس اللي شاحت في حتى غير بعد ما فهم شيء يستند شيء، انا ما نعرف يسمو لا لماذا ينقلع اسم الراحل جمال عبد الناصر عن الشارع، يقير ما تكلموا عن البديل. واعتقد ان بالنسبه لكل الموريتانيين، وهذا بعد هو وحدتهم الوطنيه اهم عندهم من كل شيء، اهم عندهم من كل شيء، فهمت؟ وبالتالي ايه ناس اخرى لا ما زالت ترى قرعتها غير اذا بعد ذلك كيف قلت لكم مسبقين في روسنا. تفضل. معروف عن في مارسيت كابيتال اكثر من صرافه